طبعا هلا هناك فكيناه، اذا متذكرين حكينا لكم في براغي صغيره وبراغي ايش طويله. الصغيره بتفك اللي هو الراس الاسود لحاله. مرحبا شباب، اليوم رجعنا لكم فيديو جديد عن صيانه الفلتر، فلتر المياه اللي بيعمل على تنقيه المياه من الاملاح اللي بتركبه في البيت مباشره على مياه الحنفيه، تمام؟ اللي بتصير المي بعدها تاعته صالحه للشرب. زي ما بتعرفوا عملنا الفيديو اللي قبل هذا كيف نعرف نسبة الأملاح اللي موجودة في المي. الفيديو راح أترك لكم إياه بنهاية هذا الفيديو، أو بتقدروا تدخلوا تشوفوه من القناة اللي قارنا فيه، اللي هي المي الموجودة في الحنفية كم الأملاح فيها، المي الموجودة اللي بطلعها الفلتر هاد كم، تمام؟ وكمان حكينا عن المياه اللي بنشتريها من البقالات اللي هي الزجاجات الجاهزة للشرب أو كاسات المي. في كثير جاني تعليقات لما شافوا النسب حكوا لي هل تفضل انه نركب الفلتر؟ الفلتر كثير كويس، بس طبعا زي ما انتم عارفين بدكم تضلوا تغيروا اللي هم الشمعات اللي انا فكيتهم من هون اللي هم هدول، تمام؟ تغيروا الفلاتر الداخليه اللي موجوده هون، يكون معكم جهاز قياس، تمام؟ تشوفوا كل ما الاملاح زادت تغيروها حسب المده وحسب الاستهلاك على المياه، تمام. اليوم راح نعمل فيديو عن الماتور اللي هو اساس الفلتر، اللي هو بيعمل على شفط المياه من الحنفيه وتدخيلها على الفلاتر، تمام، وتجميعها في القاروره عشان توصلك للبيت صالحه للشرب. هذا الماتور بيعطل كثير، تمام، فمن احد اعطاله ممكن يكون في بصير تسريب مياه، راح نوريكم كيف بنعالجها. من احد اعطاله كمان انه بزيد ملوحة المياه، ومن احد اعطاله كمان انه ببطل يشتغل بسبب الفترة الطويلة للاستخدام، بجمع كثير املاح بالراس منهم. فرح نشرح اليوم كل اشي بتعلق في الماتور اللي موجود هنا، تمام، كيف تعمل له صيانة، تمام، عشان كمان تزيد من ضخ المي. يعني اذا بتلقى المي انت بتفتح حنفية الفلتر صارت ضعيفة، بكون كمان سببها ضعف في الماتور، فممكن حتى لو شغال تفتحه وتعمله كمان صيانة ونشوف إذا أنه متعطل بنقدر نصلحه ولا لا، وكمان نتعرف على الأجزاء الداخلية له وآلية العمل تاعته. ورح نعمل بالمستقبل كمان كيف تنظف الممبرين هذا الكبير اللي هون، تمام، هذا اللي هو الممبرين. هم هذول القطعتين الماتور والممبرين تقريبا هم أغلى إشي بالجهاز إذا بدك تغيرهم، فإذا عرفت تعملهم صيانة هيك بصير ممتاز وتوفر على حالك فلوس كثير. هلا اول اشي عشان نعمل صيانة لازم نفكه عن الفلتر، نشيل هاي. في هون بكون في ثبت اربع براغي نفكهم، في برغيين من الداخل عشان نقدر نوصل لهم نفك الممبرين. هيك فكينا كمان الممبرين، نفك البراويش، هو بس عبارة عن دربشين، واحد داخل واحد طالع، يعني ما بغلب بالفك. والكهرباء تبعته اللي طالعة منه هيها زي ما انتم شايفين، بس هاي بنضغطها، تمام، هيك بتفك، يعني سهل جدا الفك تبعه. هلا نشيل هاي، وإذا عندكم أي استفسار أو أي إشي كمان اكتبوا لي بالتعليقات وأنا راح أجاوبكم على كل إشي، بس بتمنى إنكم تعملوا لنا لايك للفيديو. بنفك البرغيين اللي من الداخل عشان نطلع الماتور لحاله عشان نعرف نشتغل فيه. زي ما انتم شايفين احنا هيك فكينا الماتور لحاله عشان نعرف نشتغل فيه. هلا بالنسبه للماتور بنفك الراس تبع الماتور اللي هون. هلا زي ما انتم شايفين بكون في براغي، بنفكهم كلياتهم وبعدين بنفتحها. زي ما انتم شايفين بنفك البراغي، في منها طويل وفي منها قصير، فبنحفظ وين مكان كل واحد فيها لما نفك عشان نرجعهم مكانهم لما نخلص. طبعا هلا هناك فكيناه، اذا متذكرين حكينا لكم في براغي صغيره وبراغي ايش طويله. الصغيره بتفك اللي هو الراس الاسود لحاله، زي ما انتم شايفين هي فكينا الراس الاسود. هلا اذا كان في عندك تسريب للمي او المي ضعيفه، هاي المنطقه كلياتها بتكون عباره عن املاح، بدك تنظف هاي كامله،
لك تدير بالك اول ما تفك رح تلاقي عندك ثلاث زنبركات، شايفين كيف راكب بثلاث اماكن، هات عشان تحافظ على ضغط المي، على قوه دفع المي. فاذا كانت هون مليانه املاح هاي ما رح تشتغل الزنبركات، فبدك تدير بالك. هاي كمان الزنبركات بتنظفها وبتدير بالك انها تضيع. هلا بيجي عندك الراس الاسود اللي بصفي المي اللي بتطلع من هون، تمام؟ تشيل هذا الراس زي هيك، كمان بتمسحه بتنظف كل الاملاح اللي عليه، وزي ما انتم شايفين هون في ثقوب كل هاي بتتنظف عشان يصير عندك ضغط المي قوي. هلا نيجي للبراغي الطويله، بتكون ماسك القطعه هاي مع الاسود مع جسم الماتور، عشان احنا فكناها هيك طلع الماتور زي ما انتم شايفين. هون كمان ممكن تلاقي كمان املاح، بالاضافه للاملاح اللي ممكن تلاقيها هون زي ما انتم شايفين الزنبركات بتعمل عمل اللي هو الضغط، شايفين كيف؟ هاي المنطقه من الداخل كمان بتكون مليانه املاح، اما بتفك الثلاث براغي هذول بتنظفوا على الكامل، بتنقعوا بميه وبتنظفوا على الاخر، او ممكن تحط كمان خل، تمام؟ بعد ما تخلص المنطقة هاي وتشيلها وتنشفها من المي كثير كويس، بتشحم المنطقة هاي من الداخل مش من الخارج، من هون من هون، لأنه هون في مي راح تكون تمرق المي من هون، تمام؟ احنا بنشحم هاي المنطقة من هون ايش بس، تمام؟ هلا بصفي عنا اللي هو الماتور نفسه. إذا بعد ما عملت التنظيفات هاي كاملة والماتور ما اشتغل، يعني ممكن مرات بتلاقيه بزن بس بعمل زنة بس ما في شغل، ها بكون ماسكيته الأملاح، تمام؟ هلا إذا ما في زنة وما في إشي بكون الماتور هون في نوع من أنواع الخراب. فإحنا شو راح نعمل؟ راح نفتحه، كل بتقلبه هاي الوجه تبعه، تمام؟ بنقلبه زي هيك، تمام؟ بتلاقي فيهم من الأسفل برغيين طوال، فكهم، تمام؟ عشان نشوف اذا بنقدر نصلحه من الداخل، الا اذا كان محروق حرق ما بتصلح، بدك اما بتبدل واحد جديد او انه بتوديه على مصلح اللي فيلك اياه. وممكن كمان يكون الفحمات اللي هون ذايبات، يعني انت لما تفكه زي هيك راح تلقى هدول لونهم اسود عباره عن فحمات، اذا لقيتهم ذايبات هم تقريبا هون عند النص يعني لسه شغال، بتروح بتشتري بس فحمات زي هيك وبتدخلهم هون، بركبوا هون هدول الفحمات وبترجع بتركبوا، لأن هدول الفحمات إذا ذابوا كثير كمان ما بيشتغل الموتور. هلا آخر إشي إذا عملت كل هذا الحكي وما اشتغل بيكون بالدولة اللي هو القطعة الداخلية هاي، ممكن تفكها لحالها، تمام؟ هيها زي ما تشايفين اللي بين المغناطيس هاي من الأمام أو من الخلف، تمام؟ بتطلعها وبتلفها لف اللي هي النحاس، هاي بكون النحاس هون في اشي خربان، فبتوديها عند واحد القطعة هاي وبتلفها لف في حال ما حبيت تغير الماتور بالكامل. هلا اذا غيرت نعمل احنا محاولة، اذا كان بزن ونظفنا الاملاح بس لساته ما بلف، اللي شو رح نعمل؟ بننظفه من الاملاح، تمام؟ وبنفك هاي القطعة، بنتفقد ايش الفحمات، اذا الفحمات كمان تمام بس بزن وما بلف بكون الماتور مكربج. فمنرجع هاي مكانها، تمام؟ ومنزيت هاي المنطقة كاملة مع التوربين من هون مع المنطقة هاي، تمام؟ إما منزيتها أو منشحمها، بس الأفضل في مثل هاي الماتورات مش التشحيم، اللي هو بتجيب فنجان صغير تحط فيه زيت، طبعاً يكون زيت ماكينات مش زيت قلي أو زيت زيتون، لا زيت ماكينات، وبتحط معاه شوية كاز، تمام؟ تخلطهم مع بعض وبتزيت كل هاي المنطقة، وممكن كمان تكون كمية أكبر وتنقعوا فيها، تنقعوا فيها مدة نص ساعة وبترجع تركبه زي ما كان، برجع عندك الفلتر جديد وكالة وعلى ضمانتي، إلا إذا كان بس محروق الملف اللي هون بدك تضطر تغير الملف. هلأ إذا أنت بالبداية دائما بس اعمل على تنظيف الأملاح، منه بتقوى ضخ المي ومنه كمان بتحافظ على عمر الماتور، لأن الأملاح هاي بتعمل على مسك التوربين إنه ما يلف، فبيؤدي إلى إنه تنحرق الفحمات أو ينحرق التوربين. بتخلص وبترد تجمعه كلياته زي ما كان وبتركبه، وإن شاء الله الأمور 100%. الفيديو القادم راح نعمل لكم صيانة الممبرين اللي هو أهم قطعة تقريبا بالفلتر،
وفي قبل هيك عملنا فيديوهات كثير، بتمنى تروحوا تشوفوها ولا تنسونا انه تحطوا لنا لايك، واذا عندكم اي استفسار عن الفيديو هذا او اي فيديو ثاني اكتبوا لي بالتعليقات وانا راح اجاوب. سلام.